التسمم يتسلل إلى أجساد الأفغانيات معيدا إلى المشهد ما حدث في الجارة الإيرانية طوال أشهر. 80 تلميذة أفغانية تعرضن إلى التسمم في حادثتين منفصلتين في مدرستين ابتدائيتين تقع المدرستان في منطقة سان الشرك في ولاية ساريبول شمالي أفغانستان، وهما قريبتان من بعضهما البعض. مسؤول بإدارة التعليم أكد أن الشخص الذي دبر عملية التسمم كان لديه أحقادا شخصية دون الخوض في تفاصيل هويته أو أعمار الفتيات اللواتي تسممنا. يذكر أنها المرة الأولى التي تشهد أفغانستان هذا النوع من الاعتداءات منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة قبل عامين، لكن حوادث مماثلة اجتاحت البلاد عام 2009 وتحديدا بالشمال. عشرات الطالبات نقلن حينها للمستشفيات إثر استنشاقهن غازا غامضا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.